دي البلوزة تشيلسي. تشكيلة لاستون فيلا وتعليمات المدرب يوناي إيمري. كرة تعود من جديد. يونغ، كادين يونغ، مرتدة سريعة. ينطلق الهجوم عن طريق كاسادي في أكاديمية الإنتر هناك في إيطاليا. فريق كريستال بالاس في الويمبلي تحت أندر 90 ألف متفرج تقريبا في تلك. بيتينيلي، تسدي ممتاز من طرف في بيتينيلي في اللقطة الماضية. كرة تعود مرة أخرى إلى منتصف الملعب لمصلحة كوكوريا. كاسادي، يعيد إلى كوكوريا إلى المنتصف بالهدف الوحيد منذ الدقيقة السابعة.